عده اختصاصات. نعم كنديروا فيها الانشطه ديالنا. نعم انت كنديروا فيها بزاف ديال الانشطه على حسب لي زوكازيون، على حسب محاضرات. نعم. الا كان عندهم شي حاجه كنديروها هنايا. عندنا واحد القاعه ديال الموسيقى في المركز ديال ايدونغوجيسترومون. داكور. وسبحان الله هما اللي كيخدموها لونغوجيسترومون. عندنا استاذ الاعلاميات في المركز. نعم. راه ما كاينش اليوم، لان اليوم بالنسبه ليهم يوم عطله. نعم. ومع بدينا عاد في الاول ديال العام، دونك باقي ما بداوش الانشطه ديالهم. نعم. سي المهدي. اييه سي المهدي. كنعرفو تبارك الله عليه. استاذ مقتدر. كنعرفو تبارك الله عليه. كيدير كان هنا وكراه سمعكم. واه. راه دار واحد لي زونغوجيسترومون هنا في وسط المركز. نعم. وديال الموسيقى. نعم. ديال اخبار. ما شاء الله عليه. لا تبارك الله عليه. الباب ها هي. نعم. هادي ها هي مكتوبة بطريقة برايل. ها هي هادي ها هي. هذا شوية محية. ممكن مسوحين شوية. ورشة. عندنا هنا ورشة الفن. ما عرفاش واش كتقرا عادي هكا أو تاني. كاين الفوق حتى هي غليظة. الفن التشكيلي. نعم. هنايا. وي. هنا كديروا الفن التشكيلي. حنا كنا شفنا مع واحد الأستاذ، ما في الحقيقة البيدجي ديالنا ما كانش كيسمح لنا. نعم. باش نوظفوا بزاف الأساتذة في المركز. نعم. دونك اختصرنا في الاول على عام الاول، اختصرنا على تعليم بطريقه برايل. راه عندنا اقسام هنايا، عندنا دونك التعليم ديال التدرس، لان صدقنا الخبر بان كاين واحد الاستاذ في واحد السيد في الشاون اللي كيصوب النسيج. كيتعرف على على الالوان غير باللمس. صعب السلام وقيله. نعم. وهنايا بغينا نستقطبوا عندنا واحد الفنان. نعم. اللي كيخدم بليطوال داغيني. ليطوال داغيني ما شاء الله. تادير كيصوب الطابلو بليطوال داغيني. نعم. كيقدر يرسم فوق ليطوال كيصوب ليطوال داغيني. نعم. وكيخدم عليهم. نعم. ديك الساعات نعطيك الاسم ديالو، حنا بغينا نستقطبوه عندنا في المركز باش يخدم مع مع الشباب ديالنا. نعم. اللي عندنا هنا. هو يخصهم داك الشيء اللي يكون ملموس. لانهم ايسون تري سونسيبل. تري سونسيبل. كيقدروا يعطيو في اي حاجه اللي هي كتستعمل اللمس. نعم. هي لي بلونت. مشينا شفنا مع هذا الناس ديال الفلاحه. نعم. يجيو يديروا لنا هنايا الناس ديال البيئه باش يصوبوا لنا هنا دي سير. واه. لان عندنا الجرده على برا. نعم. ويمكننا نديروا فيها لي سير باش نخدموا، باش اللي يحاولوا نخدموا معاهم بهذه الطريقه هذه. نعم. وفكره زوينه يعني. لا تقبلات راه مزيانه هذه الفكره هذه. كانوا وعدونا دابا هذا. نعم. العام ان شاء الله حنا درنا واحد اتفاقيه الشراكه جديده فرحانين بها اللي غادي تخفف العتيق ديالنا من جويج ديال. نعم. نعم. المؤطرين هنايا. نعم. ونقدروا نستقطبوا مؤطرين واحد اخرين في المركز. الله. ان شاء الله شي كوك تقريب كون درت الفن التشكيلي هنايا وطلوطيات ان شاء الله هذا العام غادي نضيف الفن التشكيلي. تبارك الله عليك الشيخ. الله يبارك فيك ما شاء الله. تفضل تفضل معنا استاذ نشوف قاعد الموسيقى. واخا ها هي. بالنسبه لقاعد الموسيقى العام الاول ما كانش عندنا الاستاذ، بالحق هذا العام ان شاء الله غنستقطبوا واحد الاستاذ هو مكفوف. نعم. كنظن هو في 5 ماني ديال الموسيقى. ديال الموسيقى كيقرا. نعم. السولفيج بطريقه براي. نعم. وكي كي عنده الالات، عنده. نعم. الكمان. نعم. وعنده البيان ما شاء الله. انا براسي قاريه الموسيقى. داكشي علاش كنحس واحد الحماسه في القاع، لان الموسيقى راه. نعم. واحد الحاجه اللي كتربي بزاف الحاجات في الانسان، كترجع له الثقه في النفس. صحيح. انا بالنسبه لي الموسيقى الواحد كيقدر يعبر عن الطريق ديالها. وعاد حاجه واحده اخرى هما موهوبين في الحقيقه. نعم. نعم. المكفوف هو شخص موهوب. نعم. بالنسبه. نعم. للموسيقى عندنا واحد القاعه ديال لونغوجيسترومون داخل. نعم. واخا تفضل معنا استاذ. نعم استاذ بارك الله فيك. شويه انت. نعم. عندنا هنايا ما غنقدرش نقيس فيها لان المهدي هو اللي مكلف. لا لا الا قصت في هنايا غادي يجي غيقول لي شكون اللي دخل لهنايا. غيعرفها. غادي يعيق بيا. تبارك الله عليه. لا تبارك الله عليه. وضابط كل شيء ديالو. نعم. وعنده. نعم. واحد الغيره على. نعم ما شاء على الله. اي حاجه اللي هو كيستعملها كي عنده غيره عليها. لا ما شاء الله محافظين عليها. شفتو عرفتو في هذا. كان
كيدير داكشي ديال التكنولوجيا وداكشي ديال هو وسائل أستاذ الإعلام. الإعلامية تبارك عندنا الله، هنا في واه المركز، تبارك الله عليه. لا تبارك الله عليه، عطى الكتيل، كيدير نعم الفورماطاج ديال لي بيسي ديالو بيدو، كيصوب الامور ديالو بيدو، ما كيحتاج حتى شي حاجه، نعم حنا نجيبو له غير لو ريزو صافي، والالات. بركة بركه عليك. صافي، بركة. نعم، اذا هذا هو هنا كديروا الهدف، لونغوجيسترمون هنا ديال لونغوجيسترمون الأطفال وديال ديال كل شيء، وي الآلات كلشي. والموسيقى، وكتسجلوا. وعندهم نهار الاربع هو يوم نعم اللي هو مفتوح نعم لاي واحد، واخا ما يكونش مستفيد من المركز، ولكن يكون مسجل عندنا نعم كمكفوف او نعم ضعيف البصر، نعم كيجي كيقدر يسجل يستفد هنايا من ويستفد. ويدير الموسيقى. عندهم الموسيقى اللي بغاو يديروها نهار الاربع كيديروها في القاعه، بيان سور كيكونوا اكومباني بالمهدي. نعم، ومثلا اللي بغى يجي مثلا يكون بينيفول ويجي يسجل كتب ديال الروايات، قصص. احنا عندنا الاله ديال نعم ايزي رايدر، ياك نعم هادشي اللي بغيت نعم تقولي نعم استاذ؟ ياك اللي بغى يسجل مثلا كيجي يسجل الكتب لا، الا بغى سونور. سونور، الا واه بغى يسجل هنايا يهضر، ياك هادشي نعم اللي بغيت نعم تقول واه استاذ؟ خصو يكون معاه استاذ المهدي نورمالمون. لا، بطبيعة الحال بطبيعة الحال. لما نعم مرحبا، حنا عندنا اي اقتراح، انا قلت لك حل درنا الاربع باش ما لها توقعش الفوضى في المركز. نعم. الا كانت شي حاجه واحده اخرى، كان عندهم شي نشاط نهار الاربع وهذاك السيد خصو يسجل، كيقترح في الاداره باش كيبقى النضباط وكل شيء معوض، ومرحبا به، ما عندناش مشكل. وهذه واحد الرسالة للمبصرين، يعني لا بغيت يتطوعوا انهم يجوا يسجلوا ما عندناش اشكال. كتب مرحبا. بالعكس، ديال هذا باش يسجلوها للمكفوفين، ولكل شيء يعني ممكن كل شيء انه يستفد من ديك الكتب سونور اللي السماعية اللي يا استاذ كتسجل. احنا نعم عندنا هنايا صوتيات اللي نعم مسجلين هنايا نعم مكفوف، مكفوف نعم مع نعم مبصر، نعم المبصرة كتهضر نعم لان عندها الفصاحة واللغة نعم وديك الشيء، نعم نعم وشافوها بانها تقدر تدير الالقاء، نعم تسجلوها، ما عندناش مشكل حنايا. ما شاء كدي الله. ديجا حنا درنا نعم هذه التجربة هذه. نعم وهذه رسالة مرحبا. للمبصرين بالعكس، أنهم يجوا مرحبا بهم مرحبا، في السونتر المركز احنا عندنا المكفوفين الابواب في مفتوحة. طنجة. بارك الله فيك. العفو استاذ، شكرا. غير كنحاولوا ننظموا العمل ديالنا بطبيعة الحال باش ما بطبيعة يوقعش. الحال. انت عارف الحاجة، الا حليتي البيبان وخليتيها هكاك. نعم تفضل معايا استاذ. نعم شكرا. عندنا الآلة ديال الطباعة ديال اللي كنقدروا نطبعوا للمكفوفين نعم القراءة وديك نعم الشيء، وعندنا الايزي رايدر. نعم عاد شفناهم العام الاول نعم الحقيقة، باقي ما تستعملوهم شي، باقي ما تستعملوش. هذه الدروج، ديال الشغل الدروج. هذه الولوجيات أوي. الثالثة هذه. هذا لاسانسور، هذا نعم ما شاء الله، مركز جميل جدا. نعم استاذ، هنا عندنا القاعة ديال النسيج، ها هي دي. نعم اسمح لي تفضل. شكرا. غير هذا تفضل تشوفها بعدا. ها أستاذة هنايا. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذة، لاباس عليك. أستاذ ها أنت غتشوف هادو الآلات وهادو خدمات مخدومين من عند مكفوفين. تفضل نعم. أستاذ نعم. تفضل، أرى يدك أنت. نعم. تفضل. شكرا شكرا. هذه الآلة صغيرة، عندنا منها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. نعم كنبداو لهم في الآلات الصغيرة، عاد كنديوهم الآلات ديال الدراسة الكبيرة. نعم لا أجل، لا عرفينا بالسمية اش ديالك. السلام عليكم، سميتي رشيدة الشط، مرحبا بكم عندنا. متشرفين أنا المعلمة هنايا، متشرفين عندها لله. الخبرة ديال 30 عام ما في شاء الدراسة، الله. 30 عام، إلا ما 35 عام. 35 عام ما شاء الله. شرفك قلت غير 30 هي مازال صغيرة. لا في التجربة كتكون كتكون أحسن. اللي كان عندي 15 عام بديت الخدمة، دابا تبارك الله سبحان عندي الله. 50 عام دابا. سبحان الله ما شاء الله، الله يطول لك في العمر. هادو عاد منهم نعم بديت كنعلمهم مرايم كبارين، لأن نعم في الأوائل نعم جات بصعيبة بزاف، قلت نعم غنبداو لهم بهادو. دابا المنتوج كبير، نعم كل واحد عنده مساهمة فيه، ولكن هذيك يقدروا يعدلوها بوحديتهم ما شاء الله. لأن عملت ملي شفتهم كيتعلموا بالبراي، نعم عملت عبارة عن لوحة وعملت فيها هذيك الخطيطات بحال ديك الشراطين اللي في الفلوس واللي نعم. هنايا هاو هنايا فوالا وي، وكل خيط عملته له باش يقدر حتى هو يعدل صدر راسه، يعرف واه واه سبحان الله، يعدل هو صدر راسه، وكيعمل عملية حسابية اللي صلع من بين العقل ديالو راكز نعم واه واه، كيحسب كيبقى يمشي على الحساب، إذا غلط نعم كيبقاو جوج الخيوط، من بعد كيفسخ راسه ويعاود، لأن ضروري في الحاشية كيبقى واحد.
وهذه كدار غير النساء اللي كيستعملوها ولا الرجال كلهم ولا كلشي؟ لا كلشي كلشي عندنا الرجال والنساء كنستافدوا. نعم وزعما اللي بغى يستافد يجي يعني اللي كان كيشوف فينا المشاهدين الكرام يشوفوا هذا التجاؤ بالمركز المكفوفين اللي كاين في طنجة. نعم يا استاذة مطورة يا دارت بغات تدير لهم باش يحسبوا بطريقه سهله لي غوبير حسبيه باش نورمالمون ما عندهمش الاله ما كتكونش فيها راي استاذ يدك. نعم هنايا هنا هنا ما كيكونش فيها هاد التقيبه هذه شتيها انا كتكون دابا هي دارتها لهم باش كيديروا لي غوبير باش يقدروا يحسبوا باش تم كي هادكو كي كيعتمدوا على النقوط وعلى الشريطات مي شفت البيسيات عندهم ذكاء حتى مريم غنعملوا معاك علاش ما نقولوش سبحان الله ما شاء الله. وبخصوص الالوان شكون اللي كيختار الالوان؟ الالوان انا كنجيب الالوان وكنقول له كل واحد شنو خصو يخدم من بعد كل واحد شنو كيقول واحد خصو وردي واحد خصو حسبي واحد خصو بياض واحد كاينه بالالوان كاينه لون واحد كاينه وشنو كديروا الزرابي وش هذه الزريبيات الزريبيات ونوع اخر لا لا نعم شكرا لله. نعم مرسي. هادو هنا عندنا واحد الزريبيه هي على في الارض اه ها هي دي مصوبه نعم. حاطينها هادو اللي خدمناهم هادو هما اللي خدموهما ها هما ديك اللي شتي دابا عاد في الاله اه ما شاء الله سخونه اه في الشتاء كتكون سخونه زوينه انت جميع الانواع ديال الصوب الطاد الصينيه نقدروا نستخدمهم بزاف الحال وهذا الشيء كيتباع لا دابا باقي عاد عاد نعم الا 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 صيبته ولا شي حاجه كيتباع عندنا البيع راهما دوك ديال الاراه هما دوك البيع نعم يعني مثلا شي مثلا المهم شي واحد باغي 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 يشري يلتجئ فين فين يجي؟ نعم شكرا. شوف الاستاذ هادو دايرينهم للبيع حنايا كل مكفوف عنده جوج ثلاثة سنتيم خدمها بيدو دائما ياك باش كي باش كيساهموا كاملين في المنتوج هانتا هذا جميل جدا هذا انت كتشوف نعم نعم استخدموا لا ناط منديل فوطار بزاف عندو استعمالات ما شاء الله استاذ حنا هذا نعم حنا غادي نرحبوا بك ونعطيك هديه تديها معك المركز السوفينير المركز ديالنا ان شاء الله شكرا لك بزاف والله واللي بغى مثلا اللي بغى يشري يعني فين فين يجي هنا استاذ لا عطيو الادريسه وعطيو هذا باش باش مرحبا مرحبا يعني المركز ديال المكفوفين اللي كاين اللي كاين في ظهر القنفود اللي في المركز طلعت هذه المرسى هذه صغيره نعم حومه المرابط هذه نعم بحال العوامه اللي مشهوره هذه كتجي كتجي بحال الشال هذا شال شال مفضل بحال الشال اه كتجي فوق الكتف والوين ديالو شنو هذا غوز هذا غوز وردي وردي نعم ما شاء الله هذه بفندعه هذا هذا صيفي هذه شتويه اه يا شتا البرد واو 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 انا كنقول لا بفندعه تما ما نعرفش اللي شال هذه كتجي للجميع اه ما شاء الله هذا الكادو ديالنا ياك شكرا لك بزاف بارك الله فيك صحتك بارك الله فيك مع الصهد وهذا هذيك باش يجيك البرد راك ماشي لا لا ماشي البرد ماشي 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 البلاصه ديال البرد فعلا كتصب الشتا تماك والثلج شكرا لك بارك الله فيك عفوا استاذ ومرحبا بارك الله فيك الله يطول لي عمرك بارك الله فيك والله قلت غنسالي غنسالي في في المهرجان نيت غنمشي نكون ندير زياره للمركز المكفوفين لانكم شرفتوني بالزياره ديالكم شاهدتوا الفيلم والله العظيم الله يطول لي عمرك لالا شكرا لك لالا رشيده شكرا بارك الله فيك وبالتوفيق رشيده راها بهرتني انا دابا هاد بالنسبه لهاد نعم. الاجتهاد ديالها في هاد نعم. الالات نعم. دابا عاد انا كان استاذ عاد سقط الخبر بحالك عاد لاحظتي عاد لاحظت لان عمري ما شرحت لي انا كنجي عارفاها كتعلم وصافي وصافي واه سبحان الله وهي خداتها من قلبها كتطور حتى يعني الانسان طول ما في حياته
تبينا عام الاول في السنه الماضيه. ما شاء الله. انا قبل كنت كنعلم الدراري عادية. نعم. ولكن المكفوف سبحان الله عنده واحد المعامله خاصه. نعم. وهو عنده الاحساس زايد علينا عنده حنا عنده. سبحان الله حنا شويه مكلخين. لا مش مش لا لا ماشي قد عاد كي حيت كيكون غير لا هذا الشيء عن تجربه مش زعما نعم حيت غير كيكون التركيز مشتت. أيوة. هو عنده التركيز مركز. نعم نعم هو عنده والاخرين كيكون التركيز مشتت علاش؟